مع الأسف ما يبين الطيب بعينك يا أبو بدر. أفا هذا أنت يا أبو بدر؟ هذا أنت؟ إي الله يسامحك، كذي تسوي فينا؟ هذه آخرتها، تطردها من بيتك يا أبو بدر؟ إلا مثلي أنا يا أبو بدر ينطرد من هالبريج؟ أنا قزرت عمري وأنا عايش بهالبريج، الحين أنت جايني يا أبو بدر بتطردني من هالبريج؟ حسبي الله وكافي ونعم الوكيل، حسبي الله وكافي ونعم الوكيل، حسبي الله عليك يا أبو بدر كأنك تبي شينا من هالبريج. يسقط أبو بدر ويعيش عتيج ياه يعيش. يا جماعة خلوكم معاي شوية. يا جماعة ترى انتم غلطانين، انا ما سويت شيء ضدكم ابدا، ما سويت شيء من اللي يدور ببالكم ابدا. ما سوي، سمعوا يا جماعة، يقول ما سوى شيء، والانذارات اللي دازها لنا شنو؟ يبا الانذارات مالي شغل فيها، الانذارات انا ما ادري عنها ودارها ابدا. الانذارات يبا اللي دازها لكم عتيج المسيان، نعم، علشان يسبب مشاكل بيني وبينكم. ولا انا ايش حق ادز لكم انذارات؟ انتوا اهلي مني وفيني، معقوله على ادز لكم انذارات؟ لا لا لا، ولا تنسون ان عتيجة بن زيدان يشتغل عند المحامي يكي. لا 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 لا، انا ما اصدق ان عتيجة يسوي كذي، ما اصدق. يبا بعدك مقتر فيه، انا لما اكتشفت على حقيقته بين ان لعوبي. نعم، وعتيج شنو هي مصلحته من هذا؟ انا اقول لكم يا عيال شنو مصلحته. لما جاي خطب بنت اخوي نوره رفضت اني ازوجها اياه، انقلب عليه، قال اذا ما تزوجني اياها اخلي الفريج كله يقلب ضدك. نعم، لا يا الملعب. والحين وقت الانتخابات جايه وانتم تدرون. لا 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 لا، انا رجال ما اصدق. ما عندك سالفه انت يا ابو بدر، على هواك، ما عندك سالفه على هواك. الله معك، لا تصدق، الله معك. يعيش ابو بدر، يعيش. اخواني اشكركم واشكر هذه الثقه التي أوليتموني إياها. أشكركم، أنتم إخواني وأنا منكم وأنتم مني، وحياكم الله. يعيش أبو بدر، يعيش. أبو بدر. نعم أبو بدر. نعم، نفس البشاشة، حبوب الوجه والدشداشة، الدخموه. وهذا نصيحة، طيبة خاطر بلد فاشة. بو بدر، اسم الهالي بو بدر، مكتوب بالحساسة. كلمة توديهم كلمة تجيبهم الفريج. شو مسوي لكم اللي قلبتوا على القلب القشرة عليه؟